استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين الدولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل الأردن الذي يقوم بزيارة لمصر تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات أعربا خلالها عن ارتياح ما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معربين عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثية مع العراق الشقيق لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. كما شهد اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في ضوء دور الدولتين الذي يهدف إلى تدعيم أسس الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة وعلى المستوى الدولي. وتطرقت المباحثات كذلك إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية.